بوجه الإفلاس السياسي والمالي، انفجار الشارع صار واقع. بالمقابل أداء السلطة بيأكد مرة جديدة على الفشل واللامسؤولية والأنانية. هل عم نعيش مرحلة موت جمهورية لولادة جمهورية جديدة؟ وحالياً مين بيتحمل مسؤولية عرقلة التشكيل الحكومي؟ وأي حكومة عم تتركب؟ حكومة مقنعة أو مقنعة بعنوان اختصاصيين؟ مساء الخير. رغم مرور أكثر من 3 أشهر على بداية الثورة، ورغم نزول الألاف من اللبنانيين على الطرقات، ورغم سلمية تحركهم وشعاراتهم الجامعة والعصرية، ورغم بروز جيل جديد من القياديين النضاف والجديرين والمسؤولين، ورغم كل الأفكار والمنشورات والندوات يلي أقيمت بساحات لبنان، ورغم كل هالغليان الحضاري، ظلت الطبقة السياسية غرقانة. غرقانة بممارساتها المعهودة، غرقانة بالمماطلة والمحاصصة يلي أدوا للإفلاس الاقتصادي، وعم بيهددوا يوم بعد يوم بإفلاس أمني يمكن أنه يكون خطير جداً على لبنان. الإفلاس السياسي عنوان حلقة الليلة من 2030 مع النائب نعمة فريم، رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط بمجلس النواب. أهلا وسهلا فيك ب 2030 أستاذ نعمة فريم. مساء الخير أستاذ ألبير، مساء الخير لجمهورك الكريم، جمهور الـ LBC. شكرا. يعني بس بدي أذكر قبل ما نبدأ المقابلة أنه رح ينضم لنا خلال الحلقة الكاتب والصحافي سركيس نعوم، وأحد مؤسسي مجموعة أنا خط أحمر، ومدير عام شركة إتس للتواصل وضاح صادق. نعمة فريم، مين بيتحمل مسؤولية التصعيد بالشارع؟ لك أنا بعتبر الوجع يلي عم يتزايد كل يوم بعد يوم، وأهم شيء يلي مش عم نعرفه أنه بعد 3 أشهر نحن اليوم نعتبر بالنص المرحلة الأولى من الانهيار، لأنه الانهيار الأول أو المرحلة الأولى من الانهيار هو انهيار القطاع الخاص اللبناني. نعم. والقطاع الخاص اللبناني أنا عم أقول لك ألبير خيي، الوضع أكثر شيء شايفينه عاطل من 30 سنة لليوم هو هلأ. أكثر من 70% من الأشخاص اللي بتقبض معاشات من القطاع الخاص، يعني السالاريه، أو صاروا تحت النص معاش، تحت النص معاش، صح، أو صاروا بلا معاش. صح. يعني قطعنا 150 ألف 180 ألف شخص من هذا النوع. هودي غير الأشخاص يلي هني عندهم مؤسساتهم، يعني مؤسسات فردية أو يعني مؤسسات صغيرة، صغيرة من الحل، من الحلة إلى السنجري لا المحامي إذا بدك كمان. هو كمان وضعهم كتير كتير صعب. هو عم ينزلوا يعني تقريبا فينا نقول 30% عم يقبضوا من المدخول طبعاً. يعني ما في حلة. أنا سألته وأنا بعمل هيك ستاتستيك، من أول شيء لأني بحب ضلني عايش النبض، ولأني رئيس هاللجنة الاقتصاد تضلني أعرف شو عم بصير. يعني فيك تعتبر ما في حل، سألته مش نازل 50% شغله، ما في حل، ما في شخص عنده كتير عن الهيركات، عن شغل كتير شغل. إذا بتشوف مثلا صاحبين البوكلانات، الجرافات، الكاميونات اللي بيشكلوا كتير، هاو كل الاقتصاد، خاصة نحن بكسروان، هودي كله هو نزل تقريبا باقي منه 20% او 10% من شغله. نعم. هذا شيء كتير قوي. فاذا هذا الوجع كله انا بعتبره هو المسؤول عن المشكله الكبيره، لانه كل ما بنتاخر، كل ما بنتاخر من ما نجاوب الوضع المالي الاقتصادي مش السياسي، هو احد يفكر انه الناس تنزل على الطريق، هالنزله اللي عم تشوفها للسياسه هيدي نازلة. بس صار في تغيير معين وارتفع. نعم. منسوب العنف آخر كم يوم. حضرتك ما بتعتبر مثل غير عالم مثلا عم تعتبر انه هو المندسين او في سفرات؟ عم نسمع اشاعات. انا عم بسمع يعني كثير، وانا عم بسمع كثير، بس انا بقول لك فيها تكون بشيء آني، يعني إيه؟ مثلا بهال على هالارمه بهالمحل يلي كسروا
هالثلاثة هودي من دسين معقول. بس الوضع العام بيقول لي أنه من الطبيعي أنه إذا ما إذا هودي كانوا من دسين 90% مش من دس، الطبيعي أنه من هلأ ورايح. حلو، هيدا موقف مهم. أنا عم أقول لك بدي تعرف موقف، مش موقف سياسي، أنا بجرب عطول كون شيل كل التياراتي ومولياتي العاطفية والسياسية وبخلي فكري يشتغل. نعم. أنا بقول لك بعد 3 أشهر ما تتوقع ناس تنزل على الطريق ما تكون عنيفة، ما مش معقول، مش معقول تنزل بلا ما تكون في عنيفة. جوع، في جوع، في فقر، في وجع. يعني يعني في ناس قالوا لي بغير ثورات بغير بلدان بآخر، تعرف من غير شر آخر 10 سنين بالمنطقة صار في كتير ثورات. صح. بسوريا يقولوا لك أنه بالعكس هو بس يكسروا بيصيروا يستشرسوا أكتر تاني يوم وتالت يوم ربع، لأنه بيقولوا إذا ما ربحت الثورة نحن رايحين على الحبس. صح. خلينا نقوي أكتر. صح. خلي الثورة تصير أكتر فعالة. وهي دوامة، بتصير دوامة كل ما تكمل كل ما. واحد يفكر أنه رح يخافوا الناس أنه هي هلأ ني خوفناهم أخذنا 5 على الحبس، بيقولوا إذا خلصت العملية اللي حنقضيها بالحبس. بس بعد ما قلت لي مين مسؤول؟ بفهم منك إنه الناس منا مسؤول. مين المسؤول؟ هلا بدي وصل على الموضوع الثاني يلي هو نحن اليوم صار لنا 15 سنة عم الطبقة السياسية تقول لك مين المزبوط أكثر شيء، الفريق الطبقة السياسية الخمسة أو الستة أو السبع أشخاص يلي هن بيقدروا يسوقوا الأمور. نعم. أنا بعتبر ما شافوا أنه باللعبة السياسية اللي عم يلعبوها في إلى حدود أساسية هي الوضع الاقتصادي، لأنه ما فيك أنت تخلق قيمة مضافة وتجيب أرقام وتغير الأرقام وتكون حقيقية مغيرة بالسياسة، بدك تجيبها بالفعل يعني بالاقتصاد. يعني أنت ما فيك تقول لي اليوم تعرف شو خلص نحن اتفقنا مش هنعلق مع بعض ولح نتفق مع بعض وحنحاصص الخصم، هم هذا ما يزعل لأنه هيك رح يصير في نمو 8%. لا، مش لأنه هيك، واضح ما بيصير 8% إلا ما تاخد قرارات واضحة، تعمر مطار كذا، تعمر بور كذا، توظف بالبنى التحتية هيك، تعمل هيك ليكون له مردود. هيدا وهيدا يلي أنا مدخلتي يلي شوي في ناس زعلوا منا بوقت كنا عم نعطي عم نوقف على الموازنه من 2019. نعم. عندما حكيت انه نحن صار لنا سنين عم نحارب الطبيعه، قوانين الطبيعه عم نتحداها، هيدي يلي مسؤولين. انا لالي مين المسؤول يلي بيتحدى قوانين الطبيعه هالقد وقت وبقول ايه ليش صار معي هيك، ايه ليش فلس البلد، يي قال البنوك حق على البنوك يا خي، لا مش حق على البنوك، علماً انه المسار كله اللي كنا متبعينه بيودينا اكيد نحن اليوم بنعمل فريم. شو مسؤوليتك اليوم مع النواب المستقلين والنواب المعارضين؟ حضرتك خرجت من تكتل لبنان القوي، شو مسؤوليتك اليوم بالمرحله القادمه؟ كيف فيك تعمل انت فرق؟ لانه حضرتك منك مواطن عادي، حضرتك نائب بالبرلمان اللبناني، كيف فيك تعمل فرق؟ كيف فيك تغير شيء من واقعنا المزري بالبلد؟ اول شيء انا بلشت مسيرتي اذا بدك بالتغيير او جرب غير واقع سياسيا، بس قررت اترشح على النيابه لانه انا اعتبرت انه ما بقى فيني اعمل شيء من المحل مطرح ما كنت فيه، وحاولت كثير ما اترشح على النيابه الحقيقه. كل الاقرباء واللي حوالي بيقولوا نعمت قديش تردد من 2005 ل 2005 عندما رجع ميشيل عون جنرال عون من الاغتراب. نعم. ما بدي اعمل نايب، مكفى بحياتي خلق قيمه مضافه بالشغل بالاقتصاد، الى حين حسيت بمرحله انه خلصت، هل قد فينا نعمل من بريت ما نغير المنظومه السياسيه، ومن هيك فكرت على النيابه. هلا حاولت قد ما فيني غير نحن بفريق تكتل لبنان القوي يلي في كتير عندي علاقات شخصيه بعدها لهلا كتير قريبه اصحاب يعني، لقيت ما قدرت اغير. هلا ليه ما قدرت تتغير؟ ليك هذا موضوع طويل، ولكن بدي اقول لك في كتير المنظومه السياسيه بلبنان شغله كتير صعبه، التشنج الموجود شغله كتير صعبه بخليك ما تكون مثمر. نعم. بس كمان انا بعتبر كفريق ما قدرنا نخلق القدره التنسيقيه والمتماسكه الكافيه
وأنا شخصيا نعمة فريم ما كان قد ما لازم يكون فعال بهيك فريق. يعني قصة تنسيق أو قصة نهج وتموضع سياسي؟ ليك ما بدي من تكتل لبنان ما بدي الأول. ما بدي استفيد هالقد، ما بدي بين انه انا انطهرت من بناية ومن بيت ولاش تحجر عليه، انا بعتبر قيمي ما بتسمح لي، بس بقول لك شغلي انا ما قدرت اعمل يلي بحب اعمله. نعم. بهالفريق انا لو كنا بغير فريق، لو كنا بغير ظروف يمكن انتبه، لانه في اوقات بقول لك انا جربت اعمل مثل ما انت بدك بس ما قدرت، بس انا بقول كيف فينا نعمل اكثر. بتقول بتصريح لك انه تكتل لبنان القوي لم يستطع انجاح العهد. نعم. هل بتعتبر انه فشل عهد ميشيل عون ونحن صرنا بنص؟ انا بقول لك شغله، اول شيء هذا شيء ما بحب، مش حلوه. انا حلمي كان انه ينجح هذا العهد. انا من الناس بقول على صوت عالي، انا من الناس يلي من 2005 عم فكر وعم بشتغل لهاللحظه كنت. نعم. إن كان لحظة انتخاب ميشيل عون الرئيس، إن كان بال 2005، إن كان 2005، وللناس اللي ما بتحب هالشي بدي أعتذر منه، بس أنا بدي أقول لك 2005 لل 2009، لأنه القرار أنه ما أترشح على النيابة كان له أبعاد كتير كبيرة بمسار الأمور بعدين. نعم. ولل 2019 أنا كان همي أنه ينجح هذا العهد وهالنموذج من الرئيس القوي. وقلت على ما بنسى انا وقتها هالمره، هالاول ما طلع، اول ما بلشنا بهذا العهد، حكيت على صوت لبنان الحر اذا مش غلطان عن نموذج الرئيس القوي، انه اذا ما نجحنا بالرئيس القوي بيكون اخر رئيس قوي بيجي على لبنان، لانه نموذج الرئيس القوي اول مره فشل يلي هو كان مع كميل شمعون، انتهى بثوره. نموذج رئيس كميل شمعون صار قوي من بعد رئاسته. لا لا يعني لا تاريخيا لا. كميل شمعون عمل قوته الأساسية من بعد رئاسته، وفؤاد شهاب كمان. أنا لا أنا بعتبر، أنا بعتبر ولياس سركيس لا نموذج كمان. لا هو مش رئاسة، مش نموذج. لا. رئيس القوي يعني من نموذج الرئيس القوي منه تاريخي بلبنان لنقدر نقول. لا في أربعة دائما كان أنا في رئاسة. أنا صنفت قوية. لا أنا صنفت أربعة. نعم. يعني درستهم وصنفت ثلاثة رايح لك يوم. أول واحد أنا بعتبره كان كميل شمعون، وراح بثوره لانه الرئيس القوي وقتها وبرهلي ولهلا هذا بدنا نوصل على حكم. لازم التاريخ يصدر حكمه. نعم. هل في عطل بالنموذج او لا؟ بس كميل شمعون ما زبطت معه، بشير جميل اغتيل، امين جميل صار في عنده الانهيار المالي وصار في عنده كل هالحرب الجبل وكل هالفرد على ايامه، لانه هو ثلاثه نموذج القوي انا بنظري، وهلأ النموذج الرابع. هل عم بيقلنا هالنموذج أنه بلبنان المركب ببلد تركيبة الطائفية ببلد التوافقية التعددية التوافقية الموجودة؟ نعم. بتقلك رئيس القوي مش لها مصلحتك، بدك رئيس أكتر الزعيم غير الرئيس. هل بلبنان، وهذا كله لازم نتعلمه للبنان الجديد، انا بعتبر نحن اليوم عم نسكر صفحه. اذا حدا بده يكفي بلبنان بهالطريقه انا ما بدي. يعني عم نسكر انا ما بدي صفحه نظام انا ما بدي. نعم. هو جمهوريه ثانيه. نعم. انا لقلي اذا بنظهر من بهالشيء كله بجمهوريه ثانيه بعد. نعم. هي ذاتها يمكن ثلاث ارباع اللبنانيه يلي فيهم يسافروا بسافروا. هلا رح نحكي نحن بدنا نفوت على الجمهوريه الثالثه بدنا نتعلم التالتة. ومنا نتعلم شو صار معنا. نعم. انا بقول لك احلى نموذج، بتسالني نعمت بهال 100 سنه إيه؟ احلى نموذج لرئيس كيف كان توزيع الادوار كان بيير جميل فؤاد شهاب. نعم. هالنموذج بين الزعيم والرئيس. النموذج الثاني كان بس فضايا كثير، سنتين او ثلاثه سنتين من التناغم وبشير جميل، بس سنتين ما طول كتير، يعني ما نفحص على ست سنين. بدي ارجع اليوم. نعم. على العهد القوي اليوم، ورح نحكي طبعا عن النظام بالمحور الثاني من هالحلقة مع سركيس نعوم بالتفصيل، بس هل جبران باسيل وشخصية جبران باسيل وأداء جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، هل بيتحمل جبران باسيل مسؤولية بإفشال العهد؟ ايه ام لا؟ انت اللي
تأيشت العمل الداخلي. أنا عشته وشفته من جوا وشفته من برا، لأنه كمان بدك تشوفه من الميلتين. نعم. ومن برا مش أنه يعني تركت التكتل، من برا لأنه عم نحلل مش سياق التاريخي. يعني مشروع نجاح الرئيس القوي في لبنان شغلي مش هيني، تنتفق يعني هو تحدي صعب. يعني قبل ما نقول أنه في عطل بجبران باسيل محافظ القلبيب أو العطل بفخامة الرئيس اللي أنا ما بعتبره في عطل، هيدا الشيء في يمكن عطل بالنموذج كله سوا، لأنه ولا مرة زبط وعم نحاول شيء مثل ما بقوله هيدا تيست مش معمول قبل بلبنان. بس هيدا بيبرئ هالمنطق كل الناس من مسؤوليات. لا لحوصلك يعني دايما بقول لك أنا في عطل بالنظام، أنا ما خص كل ما طلع وزير استاذ نعمة بقول لي أنا ما خص النظام، خص النظام ما قادر أعمل شيء. هلا في شيء من النظام، في شيء من النظام، بس هلا ني ولا نحن بنقول هلا كل الناس ربحوا طول موند أغانيه هذا النظام. صح. لا نحن بس بذات الوقت طول موند أبردو أبردو إيه. نحن اليوم بدي خلينا نخلص بس هالفكرة تجاوبك على سؤالك. أنا بعتبر الوزير باسيل نيته حسني، بس مفهومه للعمل للإداء نعم بتصور عنده نوع من ما عنده كفاية من إدارة التغيير، لأنه التغيير والإصلاح هيدا هدف، بس الطريق تبعها فيها فن اسمه إدارة التغيير change management. هيدا عالم. أنا بتصور الوزير بيصير اللي هو ما في عداء أنا وياه، انتبه يعني أنا ماني عم بحكي بعداء، لأنه ما بدي إلا النجاح كان، ولليوم أنا بدي خيي تنجح العملية مين ما كان بنجحها تنجح العملية، وأنا بروح على بيتي ما بدي شيء. بهالموضوع انخلق كتير 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 عدوات، صفت الملفات الذكية الحملة الوزير باسيل المحقة المضبوطة المهمة صارت تدفع ثمن عداءات الوزير باسيل. هلأ ليش هالقد في عنده عداءات؟ هذا السؤال يلي سؤال أساسي نترك. خلينا نرجع على الحكومة العتيدة اللي يبدو في بعض التحرك اليوم بهالملف. طيب هيدي الحكومة هل بتعتبرها مزبوط حكومة مستقلة وحكومة اختصاصيين مستقلة مثل ما كان الشعب اللبناني طالب؟ أول شيء ننطر تنشوف مين الأسامي الفينال، بس الوزير الدكتور دياب في يكون عنده خصائص يكون رئيس وزارة الوزارة الأخصائية المستقلة. نعم. في عنده خصائص، يعني مش ما بقوله الفرنسية مورني، ما فيك تقول مورني، هذه الوزارة منا مولودة ميتة. نعم. في عنده أمل الحياة، إذا بنخليها إذا بنشوفها هلأ بحكومة متكاملة من 12 وزير من 90% منهم من خصائص اللي عم نحكي عنها، لأنه أنا خفت كتير من شيء هيك جمعة بلشت أسمع حكومة أخصائيين في سقط سهوا يمكن مستقلين ما حد يحكي عنه. لا هيدي الحكومة إذا ما كانت اثنين سوا بتكون إجت أقل بكتير من الوضع المطلوب من المطلوب، خاصة أنه المطلوب شغلي كتير كتير كبيرة وأنا بتفاجأ وعن جد بتفاجأ، وإن شاء الله يكونوا نصهم الأخبار غلط. نعم. أنه الأفرقاء السياسيين اللي حكينا عنهم يكونوا هلأ بعضهم عم يتخاصموا على كراسي على مغانم على وزارات. ما هيدا اللي بدي أقول لك إياه. ما فيش في حدا يسأل في حدا يقول لي رأيه على وزارة عرف داش معها مصاري هالوزارة؟ ما معهاش مصاري أصلاً. أصلاً الموازنة جايين عليها بعد بكرة، رح يكون لي حديث طويل عريض بهالموضوع. يا حبيبي كلها غلط. الإيرادات يلي حكين عنها مضخمة ومحسوبة يعني على يعني وضع اقتصادي سابق، لجنة المال نزلتها من 10.5 مليار دولار مثل ما شفتها اليوم ل 8.8 مليار دولار دولار على 1500 إذا بدنا نحسبه على 1500 ما بعرف. أنا بقول مش كافي، مش رح نقطع 7 مليار
يعني عمليا معاشاتنا 8.5. بس الملفت استاذ نعمت، ما بدنا نحكم شو رايحين يعملوا مسبقا، بس اللي بدي اسالك اياه انه مسار تاليف الحكومه نعم. ما بيطمن. يعني قلنا شهر عم نسمع انه هيدا بده كرسي وطايفه بدها كرسي، هيدي شغلته بالي، هيدا حاطط فيتو، هيدا بده هالوزاره. ما سمعت انا لليوم ولا كلمه عن برنامج ورؤيه مزبوط. هالحكومه كيف فيك تكون متفائل بفريق عمل وبرئيس حكومه؟ من هيك ماني متفائل. بس يعني منك متفائل؟ بس ماني متفائل الا بشغله وحده، اذا بشوف اسامي اسامي، لانه انا اليوم بعتبر الخطه كتير مهمه، بس تعلمنا باخر ايام نعم انه الفريق هو اللي بيعمل الخطه. طبعا طبعا يعني طبعاً. انا بدي اشوف الاسامي. ونحن ما تنسى انه كلنا وصلنا لهون، ان كان ماليا ان كان سياسيا، وعلى المجتمع الداخلي والمجتمع الغربي، هو الثقة، عامل الثقة، عامل الثقة أساس كتير كبير. بينت معك آخر شيء بالفوائد أنه العالم كله، يعني ما حدا تسأل شو صار لك يا عمي، العالم صار بالنص نيجاتيف انترست ريت بأوروبا. يا عمي طبعًا. أوروبا ليك بدي أعطيك مثلا، هلا المواطن للمواطنين رح يقعوا على الكراسي إيه؟ اليونان من 4 سنين كانت بفلسي مزبوط؟ صح. تعرف قديش سندات الخزينة ديانتها اليونان من 4 أشهر؟ 5 مليار دولار. بتعرف قديش؟ 4% بنيجاتيف انترست ريت، نيجاتيف بعد 4 سنين انهيار، نيجاتيف نيجاتيف. بتعرف شو نيجاتيف؟ يعني بتحط مصرياتك بالبنك وبتدفع، تدفع مصاري، تدفع مصاري تتشتري، لانه بحفزوك على الاستثمار والى اخره، تدفع مصاري تتشتري سندات الخزينه، بتدفع تتشتري سندات الخزينه اليونانيه اليوم بعد 4 سنين. نحن صرنا تنستقطب دولارات على البنوك على سنه وعلى سنتين، كنا عم ندفع 18% قبل الانهيار. شو يعني؟ صح خلاص. بس مسار تاليف، بدي ارجع على مسار تاليف هالحكومه، يعني نعم. ما ببشر بالخير، ما ببشر بالخير. بس انا اللي بدي اتعلق بحبال الهوا مثل طيب. بس الاسامي صارت معروفه، يعني مستشار فلان على وزاره، ما حدا كم واحد هيك، في كم واحد عنا الوزارات، في كم واحد هيك، وفي كم واحد انا ما عم بحكم على الاشخاص، عم بحكم على طريقه تأليف هالوزارة والمشاورات بين الأفرقاء السياسيين. إذا بتحضرها بتقول نحن قبل الثورة، أنا هيدا يعني ما فهمت شو أنا موافق معك. هيدا الموضوع، هيدا الموضوع قبل ما أشوفها للحكومة الأبروش تبعها، غير أنه الرئيس دولة الدكتور دولة الرئيس المكلف غير خصائصه، هو طريقة التركيب. بس هي شو هي خصائصه؟ أنا بعتبره أنه شخص، في يكون هالشخص يلي عم نحكي عنه. ليش؟ لانه اول شيء نائب رئيس جامعه الامريكيه نعم. عنده خبره اداريه معينه، وبتقول لي ما عنده خبره سياسيه، كتر خير الله ما عنده خبره لا سياسيه، لا كان وزير يعني ايه، بس انا وزير بيعرف اكثر من غيره. بس انا ما بدي، انا اليوم مثل ما بقولوا اتس تايم فور تشينج، كل شيء نعم. يعني بدنا نغير طريقه يعني بقول لي هذا ما عنده خبره سياسيه، كتر خير الله ما عنده خبره سياسيه، لانه اللي عنده خبره سياسيه بيعمل لي ذات الشيء، ونحن بدنا نغير، لازم نغير. فاذا عنده هي اثنين علمي نعم، علمي نضيف ماليا نعم 100%، وعنده يعني عنده خصائص، عنده اكاديميه وعنده صلاب وهي بتكفيني، هي بتكفيني. هلا سؤال نعم. ليه ما سميت حدا بالاستشارات النيابيه؟ ايه لانه اول شيء انا عملت سونداج على الفيسبوك تبعي، اذا متذكر نعم، كنت وطلعت لي نتائج كثير مفاجاه، طلع المخزومي ايه؟ صديق كثير كثير اللي هو مستقل مثلي، لانه مش مرشح. سالته يا اخي بدي انا بدي اسميك، لانه انا بدي اكون واقعي مع حالي، ما كان مرشح. مهتم؟ لا بلا كان مهتم، ونحن في علاقه كثير قريبه انا وياه يعني، بس ما كان مرشح، قال لي انا مش مرشح، ما في داعي. اوكي ثاني واحد طلع تمام سلام نعم، او الثالث، بس صاروا قراوا على بعضهم كلهم نعم. واكيد الدكتور دياب ما كان مبين، ما كانش مرشح، ما كان معروف. انا يعني بالليل ثاني يوم الصبح سمعتها، يعني اختار اذا لاحظت 24 ساعه ما كان معي خبر. تفاجأت لانه بعرفه، كان استاذي وبحترمه نعم. عملت حكيت انه انا كثير بعتبرها فكره حلوه، بس شفت وانا كنت عشيه، يعني انا كنت اخر الليل يعني الساعه 5، شفت انه صار معه 69 صوت. شفت انه كيف في صار الشارع السني اعتبره تحدي واعتبره تحدي، وشفنا بالشارع شو صار نعم. بقى لقيت انه احتراما لهالفريق اللبناني اللي اعتبره تحدي
ما في داعي يهز له السكين بقلبه، وبذات الوقت ما في داعي اسمي حدا تاني لانه ما في حدا برشح، كيف في الدكتور نواف سلام. نعم. يلي عمليا كمان اعتبرت انه بس هل هالمنطق هيدا منطق المسائيه. نعم. اللي يعني حلو. كل حال منه مكتوب وفيه عده اجتهادات، بس منطق المسائيه بده يودينا حتما الى تسميه الرئيس الحريري من هالمنطلق يعني. ليك في شيء اللي عم تحكي مزبوط، فكره المسائيه او كيف عم نفهمها صرنا. نعم. باخر بعتبر اخر 6-7 سنين 8 سنين خلص عم دلتنا انه هذا اخر الطريق، ما فيك تكفي بقى هيك، بنرجع على تغيير النظام رح ما نحكي عنه. وهيدا بعد البريك حكي كتير اخر سؤال. نعم. قبل البريك هل ندمت انه ترشحت او انه ما ترشحت كمستقل؟ لا أبداً. الى الانتخابات أبداً علما انه كنت نجحت. ايه اكيد كنت نجحت، بس بقول لك ابدا، لانه كان رح ضل في عندي شك براسي انه انا روحت فرصه انه نكون انا والفريق واكبر فريق نيابي تنقدر نحدث الفرق. نعم. وكنت بقول على طول يمكن ما قدرنا نحن نعمل الفرق ونعمل التغيير اللي بدنا. ومرت الجاي بتترشح كمستقل او مع الحراك؟ اكيد المرت الجاي مشروع طويل عريض. مرت الجاي انا بقول لك اليوم هذا موضوع ما بعرف اذا معنا وقت نحكي فيه بهالمحور، ولكن الحراك اذا ما لح ينظم حاله بنتوسع بثاني محور عمليا. مضطر اخذ بريك. نعم. رح اخذ بريك، وبعد هالمحور او بالمحور الثاني رح ينضم لنا الصحافي والكاتب سركيس النعوم واحد مؤسسي مجموعه انا خط احمر ومدير عام شركه اتس للتواصل وضاح صادق. ومعنا بدي رحب بالكاتب والصحفي سركيس نعوم وبأحد مؤسسي مجموعة الخط أنا الخط الأحمر الناشطة جدا بالحراك وضاح صادق. أهلا وسهلا فيكم بعشرين فيك. أهلا فيك سركيس نعوم. هل بتوافق تحذير الوزير السابق نهاد المشنوع اللي بيقول أما حكومة تكنوقراط أما إراقة الدماء؟ يعني طبعا أنا بحب حكومة التكنوقراط وما بحب إراقة الدماء. المعادلة ما لها كتير علاقة ببعضها. سأبت يعني مع الأسف بدي أقول أنه يمكن إراقة الدماء يكون احتمال أقرب إلى الحدوث من احتمال حكومة التكنوقراط. أولا اللبنانيين ما رح يشوفوا حكومة التكنوقراط فعلية، رح يشوفوا حكومة فيها صحيح تكنوقراط بالمعنى التقني انه هذا دكتور هذا مهندس هذا كذا بيفهم بملفه، ولكن رح يكونوا وزراء بالاخر. وشفنا عم نشوف يعني ما في شيء مخبى بالبلد، كله عم بيصير على عيون الناس. نعم. حصص لكل الاحزاب الموجودة في الغالبية النيابية، وبالتالي ستكون حكومة غالبية نيابية وتسمى بالدوائر الشعبية حكومة اللون الواحد. بس حكومة تكنوقراط ما في. مين عم يشكل الحكومة اليوم؟ حزب الله، الثنائي الشيعي، جبران يعني باسيل. الطريقة اللي عم تندار فيها عملية تشكيل حكومة بتدل ما في شك انه اللاعب الاول بهذا الموضوع هو حزب الله. بس بنفس الوقت حزب الله يعني حريص انه ما يتصرف بهذا الموضوع بانه انا الامر لي، مثل ما هو فعلا الامر له في البلد، ما عم يتصرف بهذه الطريقة بتشكيل الحكومة وخصوصا مع حلفائه حتى يعطي انطباع للناس انه بالنهاية انا اخذ. يعني اللي صاير مثلا في خلاف بوجهات النظر حقيقي بين حلفاء الحزب. نعم. وبنفس الوقت في خلاف حقيقي بوجهات النظر وان كان غير معلن لان ما في مصلحة لاعلانه بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وبين حزب الله. مظبوط. يعني هو الأمرين موجودين، بس هل هو خلاف استراتيجي؟ يعني في تيار، البعض بيقول أنه في تيار إيران وتيار حزب الله، أم خلاف تكتيكي على المحاصصات؟ دخيلك بدي وزارتين أو بدي وزارة وكبر لي الوزارة وزغر لي الوزارة. الحلفاء يعني في عندك الرئيس بري اللي هو شريك
أساسي بالثنائية الشيعية، عندك الحزب القومي السوري طيار المردة، واللقاء التشاوري نعم. يلي بعتقد النائب جهاد الصمد راح ياخذ موقف مختلف عنه، ما راح يعطي الثقة للحكومة، هيك سمعنا وسحب تكليفه يعني نعم. فبالنهاية هول ما في خلاف استراتيجي بينهم وبين حزب الله، بين التيار الوطني الحر وتحديدا الوزير جبران باسيل وبين حزب الله ما في يقول في خلاف استراتيجي وحدد لك إياه، بس في يقول لك أنه الطريقة التي يدير فيها الأمور الوزير جبران باسيل والسياسي التي مشي فيها خصوصا بمواسم معينة مثل الانتخابات وما بعد الانتخابات نعم. خلت الحزب يشعر مع الوقت أنه هذا الرجل يعني عنده استراتيجية أخرى ما إلى علاقة، قد لا تعترض بالسياسي مع استراتيجيته الإقليمية، ولكن بنفس الوقت قد تؤثر على استراتيجيته المتعلقة بالممارسة الداخلية السياسية والنظام الداخلي اللبناني. ولذلك يعني لما الرئيس القوي ميشيل عون، الرئيس ميشيل عون هو من دعاة يكون الرئيس قوي نعم. اللي عم بيحاول يترجم هذه القوة هو الوزير جبران باسيل، ترجمت قوة الرئاسة عند الوزير جبران باسيل عم تاخد منحة استفزازي لكل المسلمين في لبنان، مش بس للحزب الله وللشيعة ولنبيه بري، عم تاخد منحة استفزازي. وهذا الأمر من شأنه إذا كف فيه الوزير باسيل ولم يضع له حدا حزب الله، من شأنه أن يكتل وأن يمنح المسلمين شيعة وسنة فرصة ذهبية لأول مرة من قد ما بدك مدة طويلة أنه يتفقوا بين بعضهم، لأنه بالنهاية بيصير في نوع من الخطر المشترك. بعدين أحد الأسباب، هلأ طبعا حزب الله لا يعترف بهذه الأمور قدام حدا، ولكن أحد الأسباب في طموح عند الوزير باسيل له علاقة برئاسة الجمهورية، طموح مشروع. هل عم تنلعب معركة الرئاسة بين جبران باسيل وسليمان فرنجية اليوم على تأليف هالحكومة؟ طبعا هي عم تنلعب مش بين جبران باسيل وسليمان فرنجية، مع أنه المنافس الرسمي لجبران باسيل هو سليمان فرنجية نعم. عم تنلعب أنا برأيي بين جبران باسيل وحزب الله، ولذلك بهذا الموضوع جبران باسيل عم يعمل مجموعة تحركات بالخارج يرضي حزب الله، يعني بيعتقد هو أنه هو أعتق من الحزب خبرة وتمرسا، وهون يعني بيعتقد لازم يدير باله شوي، بيعتقد هو أنه إذا راح على مؤتمر دولي أو مؤتمر عربي وعمل بيان مؤيد مخالف لسياسة النائب النفس اللي نحن متفقين عليها بكل الحكومات، وبالتالي هذا الأمر بيسمح له أو بغض النظر عنه إذا عمل أو حاول فتح قنوات جديدة كانت أقفلت أمامه نعم. مع أمريكا ومع الغرب عموما من أجل رئاسة الجمهورية. هذا أمر ما بريح الحزب خصوصا بهذه المرحلة، ولذلك يعني معركة اللي صايرة هلأ على الحكومة هي معركة على الحكومة، معركة على رئاسة الجمهورية، معركة على الصلاحيات، معركة على النظام، معركة على الخبز، معركة على العالم، على العالم. نحن عم ندفع حقها، هي معركة بالعالم، هي تكون معركة ضد الوقت. وقت وضح صادق إيه أكيد. أنا بدي أختلف معكم بالرأي شوي. إيه بس بدي أسألك سؤال قبل وبعدين اختلف. قبل ما أختلف. إيه قبل ما تختلف، لأنه طلعتوا أنتوا اليوم وراء الشغب، يعني في تقارير اليوم عم تطلع من الاجتماع الأمني اللي صار ببعبدة، عم بيحكوا إنه في مجموعة من الحراك بالديرة، مجموعة رجال أعمال وحتى حطوا واو صاه، يعني سمير صليبة وضاح الصادق وسامي صعب عالي. بس حتى إذا هن خايفين يذكروا الأسماء نحن نذكرها. طلعتوا أنتوا يعني عم تخربوا الدنيا كلها. أول شيء مزعج إنه اليوم يكون في اجتماع بقصر بعبدة يتسرب بعد ساعة على الإعلام بهالشكل اللي تسرب فيه، بتمنى ما يكون صحيح الخبر نعم. يكون مختلق. وزيد لك شيء، قريت الخبر قبل ما نفوت شي ساعتين، هلا ضحكت شوي لأنه أنا بعرف نحن مين، بعرف كيف بلشت، وبعرف كيف نزلنا، وبعرف كيف عم نمول نفسنا. وهذا الشيء نحن أعلننا بكثير محلات كيف عملنا رأس السنة وكيف عملنا العرض المدني وكيف نمول الميديا تبعنا، ونحن مش أكثر من مجموعة من المؤثرين على
وضع الثورة لأنه عنا وطنيتنا، بس شوية دولة بعيدة عن الوطنية فبيتفاجئوا أنه في ناس وطنيين بالبلد. هلأ بعد ما ضحكت زعلت، لأنه اجتماع بهالضخامة بالقصر الجمهوري في كل قادة القوى الأمنية، عن جد أنه وقفوا عند موضوع مثل هيدا. ورح أقول لك مين مثيرين الشغب، وعندي لاحب مثيرين الشغب وبتمنى اليوم نعلن عندك. يلا. خفت يعني، بعد ما ضحكت زعلت خفت. خفت لأنه أنا عندي إيمان وثقة لليوم بالقوى الأمنية، بقادة القوى الأمنية. إذا عن جد معلوماتهم هي هيدا حدودها، يعني صار عندي خوف على كل القرارات اللي رح تصدر. بعدين كنت أقرأ قرارات القوى الأمنية وارتاح. نعم. في أقول لك اليوم بطلت مرتاح، لأنه كتير ضيع وقت بالحكي عنا. كتير مخيف الوضع، عن جد مخيف. الناس بتعرفنا ونحن شو عم تكون الميدانية باللي صار مبارح أو قبل مبارح على الأرض؟ نحن دعينا، هل كنتوا موجودين مثلا؟ نحن كنا موجودين. نعم. لأنه نحن ناس موجودين، يعني أنا عائلتي كانت موجودة، بنتي كانت تحت لابسة ماسك ولابسة كل شيء وقاعدة عم تحمي حالها، والشباب كانوا موجودين تحت. نحن ما عنا مجموعات على الأرض، ونحن ما بنتعاطى مع مجموعات. نحن بننسق مع مجموعات المجتمع المدني ومجموعات الثورة لكلنا ننسجم بخطاب واحد، ودعينا للنزل على مجلس النواب كان كتير رمزي. بس بدي أقول لك شيء، نهار الثلاثة نحن تواجهنا بحملة عنيفة من بعض الثوار، لأنه اعترضنا على الشغب اللي صار بشارع الحمراء، واعترضنا بقوة على الشغب على المصارف. صحيح، مش لأنه شغب على المصارف، لأنه شغب كان موجه، لأنه كنا منعرف. نحن الثلاثة عاملين مسيرة على بيت رئيس مكلف حسان دياب، ونحن الثلاثة أعلننا عن أسبوع الغضب، لأنه خلص وصلنا لحد صار في نوع من تجاهل كامل للشعب اللبناني ومطالبه ومطالبه. بس أقول الشعب اللبناني بعني الشعب، لأنه مطالبنا واحد، الناس اللي مع الأحزاب واللي ضد الأحزاب. آخر شيء مطالبة واحدة، عم نختلف على الطريقة. وضح صادق، قل لي مين عمل الشغب، مين بتحمل المسؤولية؟ وأنت عم تقول لي أنتوا طبعا ما نكون مسؤولين عن الموضوع. أكيد وضح لي باختصار مين، ليه صار في شغب؟ لك مين عمل الشغب؟ عامل الشغب يلي ما عم بيشوف البي اللي ابنه عم يرجف حده من البرد ومش اكل عيومين ومرع على المدرسة لأنه ما معه قسط المعاش. عامل الشغب اللي حكي عنه دكتور حبيب فياض مبارح، يلي عم بيقول الأحزاب اللي ما عم تطلع على الناس الجوعانة. عامل الشغب اللي عم يتجاهل شعب بكامله، يعني ما عم بيشكل حكومة. يعني مثل ما قال استاذ نعمت فريم، هن هو اليوم بدعي القوى الأمنية بدل ما تجتمع ساعات بقصر بعبدة تروح تحقق مع اللي ما عم بيشكل حكومة، تروح تحقق مع اللي مكلف بتشكيل الحكومة. هل في مندسين بالثورة ايه ام لا؟ كل الثورات بيجي ناس مندسين من قبل او احزاب السلطة او مجموعات تخريبية، اكيد في ناس مندسين. نعم. ولكن معظم اللي كانوا تحت، برجع بقول لك، طيب القوى الأمنية ما شافت انه هول الناس طلعوا بمقابلات على التلفزيونات وقالوا نحن جعانين جايين اليوم نعبر عن جوعنا هيك، وما راح يفهموا الا هيك؟ ما ممكن اليوم ضبط الشارع وتوصلوا الثورة عم تنتقل من ثورة ذل، ثورة كرامة، لثورة جوع. بس انتقل على ثورة جوع صعب كتير توقفها. فيروح يحققوا مع الناس الصح، ياريت حطوا مجهودهم بملفات الفساد، حطوا مجهودهم بينسرق الشعب، ما يحطوا مجهودهم مجموعات مثلنا يجوا لعنا منقول لهم نحن مين وكيف عم نمول ومن عم ندفع وعم نعلنا ما نخبيها. وكلنا انا عم بعلن الاسماء، ما يتخبوا وراء الاحرف الاولى من اسمائنا، نحن معروفين. بس بعد شغلة اذا بتسمح لي استاذ نعمل، انا بخالف الاخوان انه مش حزب الله عم بيشكل ولا حركة أمل ولا الأحزاب. الدستور عطى التشكيل لواحد اسمه حسان دياب، هو فرط فيه، هو وعدنا، ونحن كنا من المجموعات يلي حاربت جوا لنعطيه فرصة، وعطيناه فرصة. أنتو كان بدكم تعطوه فرصة؟ كنا جايين على مرحلة صعبة وكنا عم نقول طيب وعدنا، ليه بدنا نكذبه من أول يوم؟ تسميته من محور معين، يعني في تسميته كانت مجتزأة، ما كان في إجماع بالمنطق. طلبنا بالاستشارات، هدول الناس اللي هن بالاستشارات بنغير الواقع الدستوري تبع البلد، بدنا نتقبل شو طلع. أنا بس بدي يعني عم يعترض على اللي قلناه، نحن ما اعترضنا على أنه الدكتور حسان الدياب خطير، خطير بطريق دستوري صحيح. صح. حسب القانون مزبوط. صح. وأنا أكثر من مرة كتبت وقلت بأكثر من شاشة تلفزيونية أنه أنا مخي مع حكومة الغالبية النيابية، هي الحكومة التوافقية والديمقراطية التوافقية ما بتمشي. واضح. وما مشيت لحديت هلا. بس أنا القصد السيد كيس أنه هو تخلى عن صلاحياته بالتكليف للأحزاب. نشوف. نعم بعد شفنا. أنا بس بدي أقول كلمة بخصوص وضح، لأنه بعرفه اللي عم شوفه من الخط الأحمر شغلة بتكبر القلب. نعم. لأنه بهالعجقة وهالحركة سموها الفوضى
الخلاقة. الخلاقة هذه هي الفوضى الخلاقة، الثورة اللي بتركض وبتصرخ بس بعدين بلش تتنظم. أول براعم من تنظيم عم شوفها عند 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 الإخوان، عم شوفها بأحباب بأفريقيا تانيين. نعم. بأسرع وقت، بأسرع وقت لازم تتنظم أكثر بعد، مش تتعاقب وتتخوف وتتخوف، لأنه يعني اليوم كل ما تبلش تتجمع حيالله واحد، مش بس هني رح يكون في عندهم يتهاجموا بهالطريقة. لازم ما يخافوا، واحد. اثنين، لازم ينعرف أنه من الأول هذه الثورة بدها توصل إلى إلى هيك علامات فارقة تتبلش يصير فيها هيكلية. هل خيف أنه يركبوا لهم ملفات، يبلشوا يركبوا لهم، نرجع على عادات النظام الأمن السابق وتركيب أنا ملفات؟ أنا شخصيا أول شيء مثل ما بعرف الأنظمة الأمنية اللبنانية منا هيك، منا مركبة هيك. نظامنا الأمني نحن مش بلد بوليسي، لو قد ما بدك تعمل منا بلد بوليسي. والله ما كانوا هينين. في عنا اليوم زمان، أول شيء اجتنا بتاريخنا هيك فرانتيز مثل ما بيقولوا، فتنا بانعطاف مش لإلنا. نحن اليوم لبنان منه هيك. نعم. أنظمتنا إن كان عند عند الجيش أو القوى الأمنية الداخلية أو القوى الداخلية ما عنا إياها، ما عنا الملفات المركبة من الصفر، ما بتركب ملف من الصفر. بالجيش اللبناني وبقوى الأمن الداخلي بالآخر أكيد بلحظة الحي. أصلاً تثبت لك إياها، ما بدها شيء. قديش توقف ناس مبارح؟ طب ما حدا اشتين برد بيته، لشو بده يقولوا؟ لشو بده يقولوا؟ بس احنا استاذ نعمت بس بنتمنى في عنف مفرط اتجاه، بعرف انه في حالات شغب، نعم، ولكن في اطلاق رصاص ما عم نعرف، عم يسموه مطاطي، ما عم نعرف شو، من مسافه متر ونص متر، في ناس بالمستشفيات انطلق عليهم هذا الشيء. تحيه طبعا لكل المصابين اللي قاعدين بالمستشفيات والصليب الاحمر، بس بيقول لك حادثه عينه في بدك تسمح لي على حادثه صارت تحت اشخاص شباب عم يشحبوا شاب من مواجهه القوى الامنيه، شلح التيشيرت تبعه، هجم، انصاب برصاص مطاطي، هن وحاملينه عم بيقولوا له ليه مجنون فايت لوحدك؟ شاب عمره 20 سنه قال له خلوني موت، بدي موت، ما معي اكل، ما عم بشتغل، بدي روحي اوصوا علي رصاص حي، بدي موت هون، احسن ما موت ببيتي من الجوع. طب عم نوصل لهالمحل، وفي ناس عم يتخانقوا على وزاره. هيدي الكارثه، هيدي الكارثه، وهيدي اللي بتدل انه عم يروحوا فرصه ذهبيه، هن المسؤولين السياسيين اللي نحن. انا ما بحب تكسير الهيكل وتعبير واحد تاني بطبيعتي، فضل يضل ماشي، يا ريت ما بيروحوا على الفرصه. فريم، خلينا نرجع على الحكومه. نحن متفقين انه اكيد خاتمه يعني هالموضوع هيدا اليوم هو تشكيل حكومه، ولازم تكون حكومه تسترجع الثقه وعندها مصداقيه. هل في تخوف انه هالحكومه تكون حكومه المحور الايراني بلبنان وما تقدر تفوت لبنان الى المحور الايراني وما تقدر تجيب مساعدات من برا؟ لك اذا كانت هالقد وقحه بتفقد حجتها. نعم. حزب الله كان عنده حكمه كثير بالتصرف، اذا لاحظت من سنه 2000. نعم. من التحرير ما صار فيها التنكيل يلي بيكون عاده، ما صار فيها الوقحنه بالتعاطي، ستيل هيك تبعه ما بتصور حزب الله بيقبل يعمل حكومة اسمها ومكتوب عليها أرمة كبيرة اللون الواحد. إذا أرمة صغيرة؟ أرمة صغيرة بتقطع، بس تقطع أرمة عند كبيرة. إيه بدهم يضل يصغرها تتقطع عند الغرب. شو رأيك ستيلو؟ هيك تقطع ستيلو. الأرمة الصغيرة أو لا؟ لا بتقطع الأرمة الصغيرة، لأنه أساسا حزب الله يعني دائما لما بيكون في فريق عنده عدة أسباب للقوة، فبالتالي بيقدر يسمح لنفسه أنه يكون حكيم من دون أن يتخلى عن استراتيجيته. نعم. ولذلك الحكمة اللي عم نشوفها بحزب الله طبعا حكمة مطلوبة، لأنه لو ما كانت في عنده هذه الحكمة في الجو اللي نحن عايشين فيه، الطائفي والمذهبي ثم الاجتماعي والاقتصادي والتدهور المالي الأخير، كان راح البلد على حرب أهلية مبارح قبل اليوم، كنا رحنا فراطة. هلأ هيدا ما بيعني أنه بالنهاية في قسم كبير من اللبنانيين ليس مع سياسة حزب الله ولن يكون مع هذه الحكومة، والحكومة وقت الحزة سوف تكون حكومة اللون الواحد رغم هاي اليافطة الصغيرة الديكور.
وعال يعني أنا ما عندي مانع أنه تكون حكومة اللون الواحد، شرط أنه الفريق الآخر يلي هو أقلية نيابية ومش بكثير فرق يمارس دوره البرلماني الديمقراطي. نعم. لحتى يقدر يحط هذه الحكومة عند حدودها ويطلب منها ما يجب أن يتحقق وأن تفعله في هذه المصائب اللي عم نعيشها. وبنفس الوقت بتقدر هاي الغالب الأقلية البرلمانية بتقدر أنها تنجح إذا كان صار في نوع من التنسيق بينها وبين هذه الحراك الشعبي اللي على الأرض يلي رغم محبتنا لإله ونحن جزء منه ولو نحن ما زلنا على الشارع نحن كبرنا بالسن، ولكن هذه الثورة بالآخر يجب أن يكون لها هدف واحد. نعم. هذه الثورة أنا برأيي ليس لها هدف واحد. قبل شوي أستاذ نعمت قال أنه الناس ما بتنزل من أجل السياسي على الشارع، وهلأ قبل شوي الدكتور وضاح قال بعد ما أخذت الدكتوراه معلش إن شاء الله بتاخذها إن شاء الله بتاخذها دكتوراه بالثورة دكتوراه بالثورة قال أنه يعني أكثر شيء عم نركز أنه الناس نازلة مشان الجوع أوضاع المعيشية. ما في شك الجوع، ما في شك الأوضاع المعيشية مزرية، ولكن في شيء تاني بنفس الوقت ما لازم نخبيه ونلبس كفوف فيه. الأحداث الأخيرة عطت انطباع للناس وهو انطباع حقيقي أنه ما يجري الآن بهالمرحلة الأخيرة هو صراع بين شارعين لبنانيين مسلم سني ومسلم شيعي، وبالتالي هذا الصراع المذهبي صحيح اللي عم ينزل نازل أيضا لأنه هو جوعان، بس الجوع وحده ما نزله، في الغبن الطائفي اللي كل واحد بيشعره طبعا نزله الخوف كيف المسيحي المسلم من زمان ايه. غبن اسلامي وخوف مسيحي الان في خوف سني بتوافق في مع غبن شيعي انا بقول الطاغي المشاكل الماليه هلا هي مش الحركه عند هذا الفريق كان اكثر انه يكسر مصارف، وهداك الفريق أهل هي مش الحركة أهين أنه يروح على البرلمان، ولكن اثنيناتهم حركتهم الأساسية أنه خي مستوى الحياة اللبناني بآخر 5 سنين أشطت بشكل كتير كبير، بشكل أنه والتنظيم يلي يعني شوي 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 التنظيم اللي عم نشوفه يبلش يطلع مثل ما بين مع أحمر مثل ما حزب 7 مثلا كمان اللي مسميينه بالشو اسمه كل هاودي شوي شوي اللي يوصلوا إلى يحطوا أولويات منظمة أو روايات منظمة الدق بمواضيع سياسية، وهون بنكون عم نفوت على الجمهورية الثالثة. فإذا من الجوع إلى الجمهورية الثالثة، من الجوع إلى الجمهورية الثالثة، هذا المشوار اللي بده ينعمل. أستاذ وضاح مانك موافق؟ الثورة عمرها 95 يوم، ما فينا نحكم عليها بيومين. يلي صار بهاليومين وصلنا لمحل كتير صعب من مداراة الناس نضلنا عم نقول لهم سلمية سلمية، شافوا في بوجهه الناس ما عم يتعاملوا معهم إلا بتجاهل كامل لكل ما طلبوا. الناس عم تنزل على أبواب المصارف، عم تنزل على أبواب يعني انتهت مرحلة الثورة المهذبة. هي ما لازم تكون كانت ثورة مهذبة، ولكن كانت كثير مهذبة، كانت ثورة يوغا وثورة بتشتم بيقولوا لك ما فيك تشتم، بتعيط بيقولوا لك ما فيك تعيط، حسينا حالنا بالمدرسة آخر شيء مش عم نعمل ثورة. ولكن لا مزبوط، ولكن نحن بداية عم نحكي على لونين بالحكومة وعم نحكي أقلية وأكثرية، ما عم نحكي عن الشارع شو بده من الحكومة. نحن اليوم في رئيس مكلف وعد الشارع هو، ومن بعدها ما عاد حكي، وعد الشارع أنه رح يجيب اختصاصيين مستقلين على الأحزاب، ووعد الشارع بكل طلباتهم أنه يستجب له. فجأة راح قدم الحكومة للأحزاب، في أحزاب ما كانت بتبدي أسألك، وهون ذكرتنا قصيرة. نحن عشنا سنوات من الصراع بين وزارة المالية بقيادة حركة أمل ووزارة الطاقة بقيادة التيار الوطني الحر. طيب هلأ انتهت هيدي المعركة؟ مش رح يرجعوا يفوتوا على نفس مش وزارة المالية كانت تتهم وزارة الطاقة بملفات عليها شبهات فساد؟ مش وزارة مش الطاقة كانت تتهم وزارة المالية بعرقلتها؟ نذكر المشاهدين وقف معمل دير عمار لسنوات على قصة TVA هي بعقد يعني بين سوبر ماركت واستورد لحم بيبا واضح وقف منهم عارفين اذا TVA بالسعر او منهم كان عنده فرصه يقدم يعني مشروع وطني مشروع حكومه وطنيه بتلائم وبتناسب كل الشعب اللبناني. بس هلا استاذ وضاح شو مطالبكم الواضحه اليوم؟ بتعتبروا انه حسان دياب انتم ما عاد لكم ثقه فيه؟ اكيد خلص اوكي شو بدكم هلا؟ بدكم يعتذر ومين يجي؟
شو الخطوات العملية؟ نحن كنا واضحين بكل المحلات، بالرغم من أنه نحن مش كل يوم نعمل ثورة بلبنان، نحن ثورة بالحياة بتمرق، عم نتعلم كل يوم. نحن مش احترافيين ثورات، ولبنان منع من 40 سنة أنه يخلق قيادات شابة وأحزاب معارضة مش موجودة. نحن عم نتعلم كل يوم شو بدنا، ولكن من أول يوم الشعب اللبناني تلقائيا قال بده إسقاط حكومة اللي هي كانت الحكومة الأسوأ والأفشل، وكلنا متفقين على صعيد الحكومات اللبنانية بالسنوات الأخيرة. نحن طالبنا أنه لازم نروح على قضاء مستقل، يلي هو هيدا مخبى بجواري المجلس النيابي، بيعرف الأستاذ نعمت مخبيينه لأنه خايفين منه. هيدي أهم نقطة. طيب طالبنا أنه المجلس النيابي هو الحل والفصل. اليوم المجلس النيابي لا يمثل الشعب أو معظم الشعب اللبناني أو بعض الشعب اللبناني، وتوصل على هيك حالة تدعي لانتخابات نيابية مبكرة بالنص بنحكي عنها. يعني حضرتكم مع استقالة النواب اليوم؟ ليك هيدا موضوع منه سهل، لأنه إذا في نواب إذا بدنا انتخابات يدعموا مطالب الثورة بهمنا يكونوا عم بيخانقوا جوا مش عم بيخانقوا برا، أو تكون استقالة جماعية مدروسة تعمل هزة كبيرة تطيح بمجلس النواب. تعمل شو رأيك بقصة الانتخابات النيابية المبكرة؟ أول شيء بس بدي أعلق قبل هالشيء على كلمة على استقالة القضاء. استقالة القضاء شغلة أساسية وخلل أساسي بلبنان. يلي وصلنا إلى نستعمل كلمة ونجبر نستعمل كلمة اسمها المسيئية كل يوم، هو مربوطين ببعضه. شفت لو عندك استقالة قضاء بتنسى هالكلمة. ما بقول أنا مطلوب من الفريق السياسي تبعي أمل المسيئية. فريق الطائفي. صار 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 فريق الطائفي، صار الدستور والاستقالة القضاء بتأمل لي هالشيء. انتخابات النيابية. بخصوص الانتخابات النيابية أنا بعتبر إذا الهدف المرجو حسب شو الهدف المرجو، إذا الهدف المرجو تغيير النمط السياسي في لبنان بالانتخابات وبعد الانتخابات النيابية، أنا مع استقالة مبكرة إذا كان الحراك جاهز يخوض انتخابات نيابية، وهذا التحدي الكبير ويربحها. فضيحة. بس هيدي ما فينا نعرف يعني. بدك بده هيك، بس إذا واحد بده يكون منظم، أنا عم بحكي هلأ إذا أنا كنت بغرفة عمليات الثورة، إذا أنا كنت بغرفة عمليات الثورة، هل مستعد مثلا في النائب رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عمل اقتراح بهالموضوع إنه وحكيت عنه أنا امبارح من يومين، أنا بقول ما بيسوى إلا ما ينعمل استقالة أكثر من 51% ليتوقف مجلس النواب، مش يطلعوا الناس المناح ويبقى الناس اللي ما بيتوقف مجلس النواب. لا ما هو ده هون في دراسة طويلة، بس في دراسة لا أنا درستها عمليا كيف تصير احسن شيء. احسن طريقه هي ال 51% بيعملوا اقتراح قانون بتقصير ولايه الشؤون. ساعتها في استاذ عمد في اقتراح قانون قدمه النائب سامي جميل بتقصير مده ولايه مجلس النواب. هي ما بتتكتلوا نعمت فريم كلكم مع الكتائب مع النائبه بولا في احتمال كثير كبير، في احتمال في احتمال النواب المستقلين في احتمال في احتمال كثير كبير، بس عن شرط انا لالي نعمت فريم بهمه الامر، وعم اقول على الهواء بسوري يهمني الامر اذا كان في فريق منظم على الارض بيخوض انتخابات بعدين وبيربح. يعني عم تدعي حضرتك لتنظيم لا يتنظم ولا فتح علاقه مع المعارضه البرلمانيه، انا هيك بفهمها. نعم. لتقدروا انتم جوا تسقطوا المجلس النيابي بالطريقة التقنية اللي بتلاقوها الأفضل وتتنظموا وتروحوا على انتخابات إذا ثورة. كان لا فهمتك مزبوطة، بس في حلقة ناقصة. يلا إذا لقينا أنه استوت العملية ولازم التغيير يصير، جاهز التغيير يصير بانتخابات جديدة، لأن انتخابات جديدة احتمال وفرص النجاح فيها عالي. إذا لا أفضل وعم بحكي مين بحدده؟ خلينا نحن يلي بياخد هالقرار يعرضوا المشروع القانون. لا طب يلا لازم لا لا قبل البريك سركيس لازم واحد يعمل ستاتستيك ياخذ قرار اذا بيعملها ولا لا. قبل البريك هي وضحت الفكره. قبل البريك بدي اسالك شوي عن مدى علاقه الحكومه اللبنانيه او تشكيل الحكومه بالوضع الاقليمي، يعني بالحكومه العراقيه، ولاي درجه اثر اغتيال اللواء سليماني بالتشكيله بفرمله التشكيله؟ ما بعتقد قتل الجنرال سليماني أثر فرمل التشكيلة. نعم. التشكيلة فرملة أساسا. هلأ في تأثير بالوضع العراقي، في تشابه بين الوضعين العراقي واللبناني أكثر مما في تأثير من محل على آخر. قديش بيوصل هذا التشابه بعدين ما بعرف،
المش بالعراق بتحس انه الفرق بين الحركه الثوريه او الاحتجاجيه العراقيه والحركه الاحتجاجيه اللبنانيه في فرق كتير كبير. نعم. وهيدا اللي عم بيعطل الحركه اللبنانيه وعم بيخليها مشرذبه، مع احترامي للمجموعات الجديه فيها. الحركه الثوريه العراقيه تنتمي لمكون واحد هن الشيعة باغلبيتها الساحقه. الحركه الثوريه الاحتجاجيه مثل ما بدك سميها بلبنان تنتمي الى كل الطوائف والمذاهب، وهي ميزتها. وهي ميزتها لو كنا نحن بالفعل دوله في عندنا تعدد بنعترف فيه، بس بالنهايه اول انتماء لنا هو للوطن للدوله، مش الانتماء الاول لنا هو للطائفه او للمذهب. نعم. ولذلك يعني هلا خصوصي بعد ما عم بسمع صديقنا الدكتور وضاح عم حس انه مدى التخبط الذي موجود داخل هذا الحراك الشعبي الكبير. ليه مصر بدك تخبطنا ببعض؟ لا انا ما بدي اخبطكم ببعض، بالعكس انا بتمنى لو كنتوا واحد، لانه بالنهايه لبنان ما بيخلصوا الا اذا كنتوا واحد. بس هيدي بدها وقت استاذ سركيس. انا ما عم لك ما بدها وقت، بس انه بالنهايه تجاهل الامور والتعاطي مع كل الاشياء القلقه داخل الحراك وداخل الوطن بطريقه انه تمشي الامور، لا ما بتمشي الامور. يعني هذا ما شفت ولا محل نحن يعني محل تمشي الامور. انا بضطر اخذ بريك بعد البريك، تفضل كمل الفكره. بالنسبه ل مثلا الدكتور حسان دياب، انا مش على علمي، انا صحافي وبتابع كل شيء، انه الحراك او الثوره ايدت الدكتور دياب او هي جابته لحتى تجي تشترط عليه. اللي جابه للدكتور دياب معروف، هن مجموعه اللون الواحد. يعني مجموعة اللون الواحد هو بده ياخذ بعين الاعتبار كل شيء عم تعمله. اللي سمعته هلا يعني عم بدل انه في نوعين من التفكير بالحراك، او ثلاثة او أربعة او خمسة او ستة، يعني هو طبعا بيمثل مجموعة. انا ما عندي مانع ينعطى مجال. بدي اخذ بريك بعد البريك بنحكي عن هالنقطة، وبعد البريك بدنا نحكي عن الاقتصاد، عن الاوضاع المالية، كون نائب نعمت فريم هو رئيس لجنة الاقتصاد بالبرلمان، وبدنا نحكي كمان عن الجمهورية الثالثة ولبنان الجديد. نعمت فريم بالملف الاقتصادي والمالي. حضرتكم عقدتوا جلسة مع حاكم المصرف المركزي الدكتور رياض سلامي ب 15 كانون الثاني. طيب هل أناكم الحاكم وهل ظهرتوا مطمنين للوضع المالي بالبلد؟ ليك ما فتنا لنطمن حقيقة، فتنا لنشوف شو فينا نساعد. نحن اعتبرنا فتنا بفكرتين. نعم. أول فكرة كيف فينا نخفف وجع قد ما فينا على صغار المودعين والمواطن الإبرنيور بسموه بالفرنساوي. نعم. الشخص يلي شغل كل حياته ومجمع قرشان لآخرته، مدخرات الناس. وتاني ميل كيف بدنا نساعد سوا، نفكر لنقطع سنة 2020 بس نشوف أنه في عنا سندات خزيني. نعم. وأوروبوند وفوائدهم بدون يستحقوا السنة بقيمة 15 مليار دولار. 15 بكل العملات. بكل العملات. بالدولار 4.5. نعم. و 15 مليار دولار، وبدنا نزيد عليها أقله 5 أو 5.5 مليار دولار عجز. أقله هيدي عجز موازنة، موازنة جديدة، وزيد يعني عليه ميزان المدفوعات كمان. بدنا نطلع بدنا 20 مليار دولار بفرد سنة. نعم. شو استراتيجية تبعكم؟ شو بدنا نعمل؟ شو كيف يكون دير شو جاوب الحكي؟ بالمحورين. نعم. بالمحور الأول جاوب أنه وفتنا سوا بالتفاصيل وشفنا أنه أول شيء صغار المودعين يلي بشكله 85% من الأرقام الحسابات، في عنا 1,900,000 حساب تحت ال 75 مليون ليرة. نعم. هودي ضمان الودائع علوا في اقتراح قانون السقف يطلع، وتاكدنا من الملاءه. نحن هون لفتنا انه عرفنا انه رح يعملوا هيك، نشوف اذا في مصاري. مؤسسه ضمان ودائع. يعني رح نعمل جلسه ثانيه مع غميقه
بس اللي شفناه انه طمنا انه مبدئيا هالمبلغ رح يتأمن. يعني لنوضح للمشاهدين نعم. اكثر بحال صار انهيار كامل كامل مصرفي ودائعكم اذا تم اقرار هالقانون هيدا نعم. بتضل مأمنه لسقف 75 مليون ليره. هيدي واحد نعم. اثنين حكينا شو فينا نعمل بقانون الكابيتال كنترول نعم. لانه اكتشفنا انه نحن اليوم حاكم البنك المركزي ما عنده صلاحيه يعمل كابيتال كنترول. بدها تشريع. طرح زميلنا الظاهر اذا بيعمل هذا القانون ميشيل الظاهر صار في حديث نحن وياه كلجنه ومع مع الحاكم اذا بدك هالصلاحيه مش عم نفرضها نحن انه يصير في كابيتال كنترول عم نعطيك بس الصلاحيه تستفيد منها. ليه بدكم تعطوه الصلاحيه له؟ ليه ما انتم بتحددوا معالي من كابيتال كنترول بالبرلمان اللبناني؟ نحن اقتراحنا مش هيك لانه نحن بنعتبر انه هيدي اول شيء تقريبا غير دستوريه لانه هذا بيتجي من السلطه التنفيذيه الحقيقه نعم ايه او هو عنده صفه تنفيذيه كمان حاكم البنك المركزي بتفاصيله. ليه ما بينعمل مشروع قانون من الحكومه العتيده؟ هيدا غير موضوع. نحن كنا عم نقول عندنا ثقة أنه إذا بنعطيها الصلاحية يمكن يستفيد منها بطريقة ذكية. قال أنه هو بده إياها رح نكفي جولتنا مع السياسيين. نعم. محور بهالمحور كمان لقينا أنه هل فينا نعمل قانون بنوضح فيه معالم يمكن نحط فيه ساعتها الكابيتال كنترول معالم الخطة أو التدابير للحالة الطوارئ الاقتصادية وبقلبه ساعتها بنحكي عن كمان نعطيه صلاحية لإله أنه كيف يلي متدين من البنوك من اللبنانيين يلي مثلا عنده ما عم يقدر يدفع تعسر لأنه معيشه راح أكثر من 25% من القروض متعسرة اليوم حسب كيف الأرقام كيف بدنا نديرها؟ كيف تندار هذا الشيء؟ ولوين وصلتوا بهالموضوع هيدا؟ بالموضوع كمان قال أنه نحن هو بيتمنى انه نعطيه هيك صلاحيه ليحط الاداه اللازمه. اكيد هو مش رح يفكر هيك اعتباطيه بده يحط الاداه اللازمه ليلاقي هالموريتوريوم اللي بده ينعمل على الديون هالفوائد كيف بدها تتنزل كيف واحد كيف بتصير عمليا هالعمليه كلها سوا. فاذا هذا المحور الاول. المحور الثاني يلي هو كتير صعب وكتير مقلق وانا بدي اقول للبنانيه وبدي احمل مسؤوليه اكثر واكثر واكثر لا اصحاب القرار السياسي في لبنان. انتم فكركم بمحل والحديث اللي عم نسمعه بمحل والحقيقه بمحل ثاني. اذا نحن ما لقينا فريق يجيب الثقه كفايه من المجتمع الدولي لسوا نعمل اعاده خطه ماليه انقاذيه نعم. لنامن هال 20 او 22 مليار دولار او ما يعادلهم بطريقه ذكيه ما نحط اعباء اكثر بعد على البنوك فتنا بالحيط. نحن اليوم وضع انهيار تام. بس استاذ احمد وهيدي بيستوقفني بحديثك انه عم تطلبوا او مطالبكم هي اعطاء صلاحيات استثنائيه اكثر لحاكم مصرف لبنان اللي اليوم في كتير ناس بالشارع متخوفه من هالصلاحيات اللي عنده اياها وبتفضل طبعا تكون في هيئه منتخبه مثل مجلس النواب هي تحط الاطر اللازمه لحمايه الناس. ليه رايحين بهالاتجاه لمزيد من الصلاحيات لحاكم مصرف لبنان؟ نحن اول شيء هي هي الحقيقه هو حط هذا الموضوع على الطاوله اللي هن اللي هو كابيتال كنترول والخطه. هذا الموضوع الاساسي. نعم. هلا عمليا كبسه الزر اللي بدها تنكبس من البنك المركزي بتفاصيلها بالاخر. هلا فينا وهون اكيد نحن بنتيجه لجنه حتفتح هذا الموضوع مع مجلس النواب، بس يمكن مجلس النواب واللجنه تحط انه تعطي خطوط عريضه لهالخطه والتنفيذ والمراسيم التطبيقيه. هي ما في مراسيم تطبيقيه. هي بس كلمه واحده هي بس كلمه واحده توسيع قانون النقد والتسليف نعم بثلاث اربع نقاط معينه بتقول وانا اقتراحي الحقيقي انه اذا مجلس النواب اجتمع باكثريه الثلثين وقال نحن دخلنا بالخطر الاقتصادي، يعني نحن اليوم نحن اليوم باعلان الطوارئ الاقتصاديه بيسري هذا القانون، وبس يجتمع مره ثانيه بالثلثين ويقول خلصت الخط
الحاله الطوارئ الاقتصاديه بيتعلق هذا وصارت بعده بلاد بالعالم. سركيس نعوم، شو مسؤوليه مصرف لبنان والمصارف بالازمه اللي نحن عايشين؟ انا لا بدي اتهم مصرف لبنان ولا حاكمه ولا بدي اتهم جمعيه المصارف ولا بدي دافع عنهم، اكيد مش رح دافع عنهم يعني. بس انا بدي اقول انه لما حاكم مصرف لبنان مثل ما قال استاذ نعمان اجتمعوا فيه واقترحوا له قصه الكابيتال كنترول، وهو كان عم يفكر فيه هذا المشروع وحكي فيه على كل حال، وطلع بالنهايه انه ما بيمشي حسب القوانين وبتركيبه البلد الا ما يجي قانون من الحكومه ويصير بمجلس النواب. نعم. طيب انا هون بدي اسال، ليش حاكم مصرف لبنان سمح لجمعية المصارف تعمل ما يشبه الكابيتال كنترول علما أنه ذلك أمر غير قانوني؟ ليش ما كان يحكي قبل بالكابيتال كنترول وأنه الوضع النقدي اللبناني والمصرفي وغيره كله في حاجة إلى كابيتال كنترول؟ ما حكي فيه إلا بعد ما بلش الكابيتال كنترول ينفذ بعد ما أخذت قرار فيه جمعية المصارف. نعم. حاكم مصرف لبنان يلي لآخر نهار يطلع عند فخامة الرئيس ويقول له انه الليره بألف خير ما في مشكل، حاكم مصرف لبنان يلي صار له 25 سنه واللي كل سنه بياخذ شهاده ساعه من امريكا ساعه من اوروبا وبياخذ شهاده حسن سلوك من اعداء امريكا واوروبا سواء في لبنان او في المنطقه، بدي افهم انا كيف حاكم مصرف لبنان نظرا لموجوداته اللي نحن ما بنعرفها انا ما بعرفها ولمعلوماته ولخبرته الماليه والمصرفيه بلبنان والعالم، كيف ما شاف انه الامور قبل بسنه مش قبل هلا قبل بجمعه وبجمعتين الامور واصله الى وضع صعب على هذا النحو؟ هون بتحمل مسؤوليه كثير كبيره بهالموضوع، والدوله اللبنانيه الحكومه وكل الرئاسات كمان هن بيتحملوا نفس المسؤوليه، لانه يفترض فيهم على الاقل يفترض بوزير الماليه يفترض برئيس الحكومه يفترض بأركان البلد اللي كلهم متعاطين بكل الأمور وكلهم ما شاء الله مبحبحين عندهم ملايين وأكثر من الملايين بيقدروا يعرفوا أكيد أكثر من وزراء تانيين ونواب أنه هذا الوضع المالي كيف هو. نعم. هون بس بدي أقول شغلي أنا أنه في مسؤولية ما في شك بيتحملها مصرف لبنان والحاكم، وفي مسؤولية بتتحملها جمعية المصارف، بس كمان في مسؤولية بتتحملها الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية منذ عهود مش بس منذ هذا العهد. أنا زلمة مني اقتصادي بس أنا بالنهاية بتابع مسؤولية مشتركة وعندي الحد أدنى مسؤولية مشتركة، بتسأل كل اقتصاديي العالم وكل الخبراء بالعالم بأحسن دول بالعالم حيث القانون مثل الساعة ما حدا بيقدر يخالفه إنه تثبيت سعر الليرة بينعمل 30 سنة بيقولوا لك لا، لا أكيد. بينعمل مرتين ماكسيموم ثلاثة في حال الضرورة، أما بعد ذلك بدك تلاقي طريقة لتعمل سوفت لاندينج. سوفت لاندينج يعني بدل ما نتحطم مثل ما هلأ هبوط بطيء، هبوط بطيء بيتعودوا على الناس وبيرجع بيمشي الحال. نعم. هذا الشيء ما صار، وبالتالي كلهم لازم يتحاسبوا على هذا الموضوع. في شغلة أخيرة بالنسبة لموضوع النقدي، أنا بدي أقول أنه يعني حتى أعطي مثل حسي دليل على مسؤولية مصرف لبنان والسلطة السياسية. انعملت الهندسات المالية، أنا ما بدي فوت إذا هذه انعملت كانت صحيحة ولا غير صحيحة، ضرورية أو غير ضرورية، انعملت بأحد أهدافها أنه تكون لمصلحة كذا مصرف أو لا. بس أنا بدي أشير إلى حادثة صغيرة بعد ما خلصت الهندسة المالية، ولأنه بهذاك الظرف كنا فترة ما قبل الولاية الخامسة لحاكم مصرف لبنان وكان يسعى جاهدا للولاية علما أنه أنا كان رأيي أنه يفل بكير أحسن ما يطلعوا كبش بحرقة. نعم. اضطر يعمل هندسة مالية لبنك واحد إرضاء لمرجع مهم فقط من أجل الولاية الخامسة. فإذا الهندسة المالية لمصلحة وطنية عامة، يعني حضرتك لمصلحة عم بتحمله خاصة. مسؤولية لحاكم مصرف لبنان بس ما حبيت تقول هالشي وترافق مع هندسة مالية لأحد المصارف الثانية اللي عندها مسؤولين نفوذ بعد انتهاء الفترة. هي متى ما فتحت هالباب أكيد بدك تفتحه على الكل. ووضح صادي بدي أسألك عن الاقتصاد. نعم. اليوم في الوضع المالي شيء،
واكيد حلقه اليوم منا مخصصه للموضوع، بس فينا نحكي كمان عن اعاده جدول الدين، عن اليورو بوند اللي عندنا تقريبا مليارين دولار او 1.5 بأدار بدنا نشوف اذا لازم ندفعهم او ما لازم ندفعهم، بس هيدا منه موضوع حلقتنا. بس بدي احكي عن الاقتصاد اليوم، كيف فينا نساعد الشركات، حضرتك رب عمل، كيف فينا نساعد، شو بتنطر من نائب مثل نعمت فريم او من النواب اللبنانيين، كيف بيقدروا يساعدوا الشركات ليحافظوا على الموظفين، ليحافظوا على استمراريه وديمومه هالشركات، كيف فينا نظهر منها؟ لهالسبب معركتنا القادمه هي مع النواب الكرام، وهي معركه رح تكون كثير طويله. نعم نحن في رؤساء ضدنا ولا معنا؟ ضدكم. معركتنا ضدكم. واعلنت هون بدي اقول لك ليه. نحن من 3 شهور طلعوا الرؤساء ومعظم الوزراء قالوا انه البلد عم ينسرق على 30 سنه، بنتذكر كلنا خطاباتهم، بس كل واحد كب المسؤوليه عند غيره. اخر شيء طلعنا نحن اللي سارقين الدوله اللبنانيه بس مسروقه. طيب ما فات بوابه بوزاره على الحبس، ما فات بوابه بوزاره على التحقيق. يعني انا عم بيقولوا لي انتم سرقتوا ولكن رح نضلنا عم نسرقكم بدون ما نفوت حدا على الحبس. اليوم انا الإخوان قعدوا مع حاكم مصرف لبنان لفترة طويلة بلجنة الاقتصاد والتجارة، وعرفت وإن شاء الله يكون مش صح أنه معظم اللقاء كان كتير هادي وسلمي، خصوصا النواب اللي كانوا يكونوا أسود على الإعلام، كانوا جوا في منهم عم يدقوا له على الطاولة بس يقول بس ليعطيهم مبررات. تصور مزبوط الكلام. بدي علق أنا هلأني عن موضوع كله هيدا، بس بدي أقول لك شغلي، أنا تعرفني صناعي، يعني الصناعية مثل الوية والدجاج مع 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 البنوك، طبيعي طبيعتهم ما بيحبوا البنوك. انا عم بحكي عن ناس حزبيين، عن ناس حزبيين دائما شرسين بالاعلام، كانوا جوا كثير حنين، كان اجتماع ولطيفين كثير هادي، كان اجتماع تقني، عم بحكي عن اجتماع لجنة الاقتصاد والتجاره، كان كثير هادي الاجتماع، في نواب بمسلونا، في شرق عم بتسكر، في شعب. انا قعدت مع رئيس جمعيه المصارف ساعتين، اذا انت فهمت شيء انا فهمت شيء. كان عندنا 4 مطالب، عندنا مطلب اساسي لنا كلنا وان شاء الله تكونوا حكيتوا فيه، هالاموال اللي تحولت بعد بدايه الثوره اكيد هيدي اموال غير شرعيه، اكيد هي وين؟ قالوا لنا في 2.6 مليار، ما في قانون، ولكن صار في لجنه عم تحقق بهذا الشيء، في عقوبه جنائيه بالتمييز بين الناس. طبعا انا ما لك حق اليوم، هيدي عقوبه بس على المصارف، مش على الناس اللي حولوا على المصارف. نحن في مشكله بلشت وعم نتفق عليها الشريك فيه. لا استاذ وضح، ما عم بيصير تمييز بين الناس اليوم، ما في ناس أكيد. بتسحب $1000 وناس بتسحب 100 وناس بتسحب 900 حسب علاقتهم مع مدير المصرف، بسحوبات ب 100 ملايين دولارات، وحاكم المصرف اعترف 2.6 مليار دولار. نعم نحن عم نقول انه في مطالب، الحد الادنى من المطالب للناس يلي طلبوها واللي طلبناها من رئيس جمعيه المصارف، اذا مش قادرين نقول اعملوا ريسكادجول لللونز تبع العالم، العالم بحاله ماديه صعبه، اذا مش قادرين نروح على الشركات حتى نروح على سؤالك، بس لنكون اتفقنا بالجلسه انه الازمه الماليه والاقتصاديه سببها هيدي الساعه، سببها هيدي بلشت الاجهزه الامنيه قاعدين معنا، هيدي الازمه سببها استاذ وضع باختصار، بدي احكي عن السلطه السياسيه، بعض اصحاب المصارف وحاكم مصرف لبنان، وتوجد بالهندسه الماليه بال 2016 يلي الحاكم يعني حضرتك بيقول حذرني وقفوا سرقة ما وقفوا سرقة قبل ما انتقل الشركات على الشركات بس بكلمتين. أنا برأيي بنهاية الكورتر الأول من السنة في بين 200 و250 ألف موظف بالشارع، هذه رقم بيقول انه بال 2019 160 الف بفتكر، اذا بتذكر من انفو برو شركه حكيوا شيء فيها، بس 160 في عدد كثير كبير، ولكن بعد ما تطلع نتائج اول كورتر من السنه أكثر من 250 ألف موظف بالشارع، يعني ربع اليد العاملة في القطاع الخاص، لا القطاع الخاص 350 ألف مش أكثر، القطاع الخاص اللبناني سالاريه الموظف 350 ألف، ما في مزبوط، ما في نص مليون، في نص مليون، في 650 ألف بشكل عام. نعم نص هيدا القطاع في ناس رح تسكر، في تكاكين صغيرة رح تسكر، كيف فينا نواكبهم؟ نحن عم نقول أو بداية اليوم التسهيلات تبعنا طلعت 3 أضعاف. ليه؟ ما الفوايد على الودايع نزلت. نحن عم نقول الحوالات لازم تفتح بطريقة ما، لازم يساعدوا على فتح الحوالات لأنه رح نسكر إذا الحوالات ما بلشت. ما
ما في ولا تجاوب ولا محل. جمهورية الثالثة هي اللي بركة رح تنبع بلبنان من الفقر ومن الجوع ومن انهيار الجمهورية الثانية اقتصاديا وسياسيا. نعمة فريم، حضرتك عم تدعي لجمهورية الثالثة، شو معالم هالجمهورية الثالثة؟ معالم هالجمهورية الثالثة، أول شغلة الميثاق بده يكون مش بس العيش المشترك، ميثاق الوطني يعني. أنا اللي هو أساس كل شيء. إيه؟ نحن عن أنا مقتنع كامل الاقتناع أنه ميثاقنا مش كافي، اللي ما حدا قاعد فهمينه ما هو عيش مشترك خيي فقط لا غير مش كافي. نعم. أنا ما بقبل كون عم عيش مع بنت أو مع شاب كل حياتي هيك بس بلا شيء، لا بدنا نتجوز، لا بدنا نعمل أولاد، لا نعمل عائلة يعني. ولا بدنا نكون على العيش المشترك المنتج الانتاجية، الهدف الأساسي، الفعالية، الهدف الأساسي، مش بس توزيع السلطة بس نظام. كيف بدك هذا نبلش من هون نوصل على نظام. بالنظام أول شيء في دولة مدنية بكل معنى الكلمة، الغاء يعني الطائفية السياسية. لا يعني مش بهيك لا، في فرق بين الاثنين كتير كبير. شو يعني الدولة المدنية؟ دولة المدنية اليوم يعني بدولة مدنية نحن بس عمليا في الأحوال الشخصية من وحدها تشتغل عليها. تاني موضوع بالطائفية السياسية بدنا نفوت على تفاصيلها ونقول نحن انطلاقا من الطائف، انطلاقا من الطائف، لأنه انتبه إذا جينا كسرنا كل شيء بالجمهورية الثالثة قلعنا من الصفر، بدك 200,000 قتيل حرب أهلية تنتفق من هيك، بدك تفوت عليها بطريقة ذكية تنطلق من الطائف مثل ما هو يعني، في تحسين معين، في تطوير معين بالسلطات، لأنه عنا انتاجية، عدم انتاجية كان بالطائف بشكل أنه 50% من الوقت من بعد ما ظهر السوري من لبنان شفنا الطائف عم يشتغل لوحده، كان معطل البلد إن نعم. كان مجلس نواب مسكر، إن كان رئيس الجمهورية شاغرة، إن كان حكومات تصريف أعمال. ثالثة أو ويمكن أول وحدة هي استقلالية القضاء، هيدي بدها تكون أساس عمود الفقري. رابعة بده يكون في عندك اللامركزية الموسعة إلى الفيدرالية الخلاقة. أنا صرت بمحل تاني هلأ، صرت بالفيدرالية الخلاقة يعني كيف بتعمل محافظ ينتخب مثلا من منطقة معينة وكيف مربوط بالدولة المركزية بطريقة واضحة. هيدا دراسة طويلة عريضة من نشتغلها إذا الهدف الأساسي هو شو الانتاجية، لأنه إحنا تعلمنا عدم الانتاجية شو يعني، يعني 100 مليار دولار دين. بدنا نفهم ليش نحن عندنا دين. وهون بدي أرجع على الفكرة، بس بعد افتح برانتيز قصة البنوك وحاكم مصرف لبنان، أنا بقول لك شغلي لا، كنا كلنا سوا مش بس حكم مصرف لبنان، كلنا سوا أنا موسعة من 2009 أنا رايحين على الانهيار وشايفين الليرة بدها تنهار وكل شيء بده ينهار، بس شو بس عمليا كنا عم يشتروا وقت، يشتروا وقت، يشتروا وقت للفريق السياسي ليتفق. خي ما بيتفق يا خي، اليوم نحن لو اجتنا ساد ما بده شيء، ما بده شيء، ما بده شيء، مع كل هرياننا وتحدينا لكل قوانين الطبيعة الاقتصادية. لو سادر اليوم موجود نحن مش هون. وليش سادر ما اجت؟ وليش بس لانه ما في اصلاحات، بس نحن بس انا بشوفها بس هيك بدي ارسم هالصورة. انا مثل بحس الفريق السياسي مثل ولد حشش بحشش، وبيو امه بيجوا لعند بيو امه اعطيني مصاري، بياخذ ساعه بيروح على باري واحد، ساعه بيروح على باري اثنين، ساعه بيروح على باري ثلاثه، يا خي خلص بقاش بدي اعطيك، بيصرفهم بقاش حدا يعطيك، بقاش حدا يعطينا يعني. نحن هلا بدي توكس، بس بدي بقول هالكلمه، نحن بدي توكس هلا بمرحله ديتوكس، عم توجع كتير بس بدنا نصحح. سركيس نعوم، حضرتك كتبت مقالين مهمين جدا بصحيفة النهار عن الفيدرالية، هل برأيك الفيدرالية هي الحل للبنان بعد موت اتفاق الطائف أو دستور الطائف السريري باختصار؟ أنا برأيي لا، الفيدرالية ليست الحل. والمقال التاني الأخير اللي كتبته عن هذا الموضوع والأسئلة اللي حطيتها رحت على التقسيم شوي. لا لا يعني بالأسئلة اللي حطيتها صابقه الأجوبة عليها هي اللي بتخليك تكون أو مع الفيدرالية أو أنا مش ضد الفيدرالية كنظام. الفيدرالية أرقى نظام في العالم ولكن الأول. ليش هي ليست راقية في العالم الثالث ونحن منه؟ لأنه الشعوب غير راقية، والشعب اللبناني مع احترامي لإلنا كلنا معلمين ومثقفين وبنلبس منيح وبنرقص وبنغني وبنروح مهرجانات وبنسافر وبنحكي أكثر من لغة، بس هيدي الحضارة مش بس هيك، نحكي أكثر من اللازم. الحضارة مش هيك، الحضارة إنك أنت يكون عندك وطن مؤمن فيه. إذا أنت بنظامك الفيدرالي إن كنت سني ولا شيعي ولا درزي ولا مسيحي قادر تنقل مثل سويسرا أو أمريكا أو أي دولة فيدرالية من محل إلى محل كمواطن. نعم. يعني الفيدرالية هي دولة مواطن بسويسرا
وهي دولة تقسيم مقنع بالعالم الثالث. إذا كان نحن يعني المواطني أولا، المواطني أولا، النظام، النظام اللي بيجيب لي المواطني أنا معه، إن كان نظام ديمقراطي، إن كان نظام لا مركزي، وإن كان نظام فيدرالي. بدي أختم معك أستاذ وضاح، هل ترسيخ، لأنه عشنا اللي عشناه هالثلاث أشهر منه هين، وصار في ترسيخ للمواطنة عند بعض الأجيال وللانتماء اللبناني، هل من هالمنطلق فينا نقارب نظام جديد بيقدر يكون فيدرالي أو غير فيدرالي من منطلق مواطنة متجددة؟ لك أكيد الثورة برهنت أنه الشعب اللبناني ممكن يتوحد بمحل، واليوم بالشارع اللبناني في الشيعي والسني والمسيحي، وما بنسمح حديث بالشارع لا عن الثنائي الشيعي ولا على الحرية السياسية ولا على حقوق المسيحيين، ما بنسمع إلا الحقوق اللبنانية. واليوم في طلب ديله للأستاذ سركيس، عندنا كلنا طلب موحد، بدنا نعيش ببلد طبيعي. شو هو نظامه؟ بلد بيشبهنا بلد ليه؟ بال 2020 عم نطالب بكهرباء، يعني بالشوم 2020 عم نطالب. أنا بشكركم، بشكرك النائب نعمت فريم، وبشكرك سركيس نعوم الكاتب والصحافي، وبشكرك وضاح صادق أحد وجوه الثورة بلبنان ورجل الأعمال، وبشكر المشاهدين على حسن المتابعة، وبتمنى لكم ليلة هادئة. شكرا.